ظهر على مهارة من الصينيين، وهذا أمر مهم جدا. ولكن تشعر المنتخب الصيني يبقى منتخب منظم، ويبقى منتخب لا يستعجل على مستوى الهجوم، ويبقى خطير على مستوى العرضيات. كرة تعود مرة أخرى، الكثير من الأرقام والمعطيات والفرضيات إلى غير ذلك، لكن المهم بالنسبة للاعبينا ألا يستعجلوا الوصول إلى المرمى الصيني، ولا يتركوا المنتخب الصيني يتقدم. يعطونا بعض الأخطاء اللي فيها أوقات كثيرة كانت مشكلة، تورق المنتخب السعودي. محاولة على جهة اليمين خطيرة لمصلحة الصين، كرة عرضية نحو الكعب الثاني، وممتازة تغطية من جانب سعيد المولد. ممتازة من سعيد، سعيد المولد يتدخل. كرة ضاعت من لاعبينا في اللقطة الماضية، ثم البحث عن حلول بالنسبة للمنتخب الصيني. ربما حتى الصين أنفسهم يفكرون في التعادل في مباراة اليوم. محاولة من جانب نايف هزازي على جهة اليسار، هزازي يحاول مرور يلعب كرة، لكن الدفاع هي بالتعادل السلبي في أداء حتى الآن غير مقنع. ينتهي بالفعل شوط المباراة الأول. صافرة علي رضا فقاني تهيا، بصاص يحاول وسط الملعب، يحاول البحث عن حل. المنتخب الصيني يتراجع، لاعبين أخذوا الثقة بدأوا يتقدمون أكثر. سعيد على جهة اليمنى، سعيد المولد يحاول مرور يلعب كرة عرضية بالراس، ضاعت من هزازي. الركنية، الفرصة الأخيرة، النقطة الأخيرة، المحاولة الحصول على نقطة وتحرك حتى من جانب وليد عبد الله. كرة تلعب عرضية للكعب الثاني، وراسية تمر من الجميع وصافرة حكم. المباراة تنطلق في هذه الأثناء، علي رضا فقاني ينهي أحداث المباراة. الصافرة تنطلق، و الحارس الصيني وايند دالي يقود فريقه للانتصار، لأنه رد تصدى لركلة الجزاء، كانت نقطة تحول في المباراة. المنتخب الصيني يحقق الفوز على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء. سيداتي وسادتي، نشكركم على متابعتكم.